كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. حجر اللؤلؤ من الأحجار العضوية التي تتكون بشكل حيوي في الطبيعة على نطاق محدود. أغلب أحجار اللؤلؤ المتواجدة الآن في متاجر الأحجار الكريمة صناعية، حيث يتم إنتاجها بواسطة إدخال مادة خاصة تسمى باسم النواة، والتي على سبيل الاستيضاح يتم تطويرها بالمختبرات من أجل تحقيق نتائج أفضل وأكثر جودة. يتم إدخال النواة والتي تدعى أيضا البذرة داخل جسم المحار أو بلح البحر من أجل تحفيز الكائن على نمو اللؤلؤ حولها. إضافة إلى ذلك يتم عمل مزارع خاصة لزيادة أعداد المحار على نطاق واسع من أجل استخدامها تجاريا وحصاد حجر اللؤلؤ منها. يتواجد حجر اللؤلؤ بعدة ألوان استنادا إلى نوعية المحار، ويعد أكثر تلك الأنواع شيوعا وشهرة لؤلؤ أكويا، والذي يرجع موطنه إلى اليابان والصين، حيث يكون لونها الطبيعي هو اللون الأبيض. في بعض الأحيان يتم معالجتها لتبدو باللون الأسود أو الأزرق الداكن. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.